السلام السلام السلام. ايوه نزل بقى هنا هو. قشطه. الو مبروك كسبت معانا هاتف ايفون اخر اصدار، للاستلام ادفع 25 جنيه. احلف وحياة امك كده يا صاحبي. نعم نعم. انت معايا؟ نعم. بقول لك انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ مبروك كسبت معانا هاتف ايفون اخر اصدار. تنام على بطك يلا. انت مين انا؟ لا انا رجب. رجب المكفي. رجب مؤسس وصاحب شركه ايفون للمحمول. يا جدعان خلصونا من القصه ده يا جدع. انت رجب زيب اللي انت بعد عندنا الوقت السعاده. بقول لك يا رجب تعرف بريكه السابع؟ هو ده محتاج كلام. الواد ده لعيب اللهم صل على النبي، بيلعب في برشلونه في دوري ابطال اوروبا. مين اللي دخل معانا ده كمان؟ ده رقم يا جدعان. احنا مش ناقصين استروكسات على احنا فين اللي مكفينا؟ يا نمبر ايه يا عم بنت السابع؟ لا ما كنتش واخد بالي، ده بيلعب في المقاولين العرب. اقول لك بيلعب فين؟ بيلعب في نادي انزل. ولا ولا انا هعمل لك ميوت من حياتي. ايه في كده؟ ايوه انا احب الهدوء، انا بحب اعشق الهدوء. لطع رجاله مالكم يا رجاله؟ فين دي العمليه شكلها موحوحه على الاخر. ايه ده؟ ده صوت واحد حرم نسوان. يلا بر بره بينا يا بيت، ده هنا بفلوس. يا عم استنى بس، ما كانش قال تفكر انت فاتح بقى تشتغلنا. صدق انك حيوانه. هي بتكلم مين؟ هي مرضى نفسيا شيزوفرينيا. والمايك عنده بقى ترد صوت يا رجاله يا جدعان. ايوه انا مع على بطنك يا محمد. ممكن احي يا بنتي الغدارة؟ والنبي انا لسه كده بالراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ المايك ده عند مين؟ مش عارف. ما نطلع على الجدول ده بس كده وركع على ولع. ولا انت مش عارف انت بتبص لمين؟ يلا انا الشويش. ايه زمن بابجي الجميل. ما يا عم انا مالي ان شاء الله طولها في بعض. انا مالي، انا جاي العب جيمين وماشي. ايه ده؟ مفيش حاجه، الصناديق ناشفه زي مفيش إيه. انت بس كده عليا الجيم ده اهوت، هوريك اللي عمرك ما شفته. متى يا معلم؟ حموده. ايه ده؟ ايوه مين؟ في حد انا موتته ولا ايه؟ يا عم بتاع كل يوم عشان ازغزغ. تعال وريني وريني الصندوق ده بيقول ايه. وريني 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 كمان. ايه ده بقى؟ ايه تمام. عارف لا انت نفسي في ايه؟ ايوه نفسك في نفسي في حته مزرعه كبيره. مزرعه وكم بقره كده. سلام وكوخ. يا سلام. هي دي الاحلام ولا بلاش؟ يا حته مزرعه وبقرتين وانت التالتة جنبهم. واجي اولع فيكم عشان اشرب منكم لبن سخن. كان اسمي في المزرعه السعيده البقره الهولنديه. انا كان اسمي على الفيسبوك احمد طحونه، وكنت عامل كفر زمان اللي هو بتاع فكك مني بقى والحاجات دي اللي اف او كي كي من ام ان اي ان ان اف دبليو دبليو سي او دبليو ابليو. انا مالي يا عم مالي الحوارات دي. سبايدر مان سبايدر مان. تعال ايوه خدها كف. تعال كفته استنى هزبرايز مطر فزرز. لا مع ابن سيد. يا ابن السيد يا ابن السيد السيد بيانو. في بوت قدامي هو تحت واقف مسبهل قوي بالحوار، بس مش هجيبه الوقت، سيبه كده في نفسه. ابتسمت كثيرا وتألمت كثيرا ولكن لم يعد يخيفني شيء، لذلك سوف يتم القبض علينا الآن. بقول لك اديني شويه حكم سرسجيه انزلها على الاستوري على الواتساب. طب اسمع خد دي. شكرا لكل من افسد مكانته بنفسه وريحنا من تأنيب الضمير. لا تعاتب ولكن غادر. والحكمه بقى في واحده ثانيه بيقول لك ايه، النسوان سبب كل المشاكل. دي من عندي. طب بقول لك انا عايز القح على واحده بعت لها هاي 79 مره وما ردتش عليا. شغله تلقيح يعني. هو مش تبع القسم اللي انا فيه بس عادي ممكن اقول لك حاجه. 79 مره صح؟ 79 مره يعني الكرامه تحت في 0%. ماشي ثواني كده بس من ده. ماشي ثواني بقى. عندما يتعلق الامر بكرامتي فسادوس عليك حتى ولو كنت لغى. حلو. طب عايز الاحلى هو في يا عم؟ احنا نقضيها تلقيح يا عم. اسمع بقى، ما انا قاعد كتير في السوق يا عم، حد يعرفك غير انا وابوك؟ شوف البوت ده واقف من ساعه الصبح مش حد يقدر يبص عليه ولا اكلمه. عايز الاحلى واحد كان ضربني قبل كده. لما تلاقي الرد مختصر اعرف ان بدلك وصل. لا لا مش دي مش دي دي مش. شوف برضه يقعد يستوعب البوت ازاي وسايبني اكل رغم ان غير حالاته على الواتس. يعني انجز يا عم. اكتب ايه؟ الوقاحه ان تنسى رد لا انجز. الوقاحه ان تنسى فعلك يقعد يتلخبط. لا استنى مش دي مش دي يا عم انجز. اكتب كده اكتب كده زي ما قلت. الوقاحة هي أن تنسى فعلك ولا تتذكر إلا ردة فعلي. لا ولا أقول لك لا لا ديت لا. ما أنت باين إنك أنت طري كده عيل مش طري مش حلو. أنت لا مش سالك لي لبسك لا كده. ما تقول يا عم كلام حلو ينفع يتقلب يبقى حلو كده يخش على على الصدر يحرق يحرق قلبه. أمال إيه لك كلمتين يوم رايح جاي ضربك تاني. لا يا عم تم كاتب كلمتين يوم كرقهم. واكتب مقصود. بقول لك كنسل التلقيحة. أنا هعمل أكونت باسم بنت
وقام داخل ومشتغل وقام بعته. يا سلام على الانتقام، هو ده الانتقام التمام يا جدعان. طب ثواني كده، هوت انا حاسس في حي كده هوت عمل شبكه سبايدر مان. روح علوم يلا والله مش سهله. لايك يعني ما عملش لايك دلوقتي الفيديو ينزل يعمل لك ليت فيديو، انزل يعمل لك الفيديو صل على النبي اول حاجه، وانزل يعمل لك الفيديو عشان نوصل الفيديو ده حبه حلوين. انا اهو اهو بعمل فيديوهات اهو. بيو ايوه تعالى كده، كنت موتو يا نلوسه. بس انا بقى هوت هيجي كده هوت، انا فقلت لكم خلاص، انا قلت اللي فاتكم واللي جايكم تاني 11 كيل 13 كيل يا جدعان. بيو 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 12 كيل يا جدعان. طب بيقل ولا بينقص؟ بيزيد قصدي ولا بينقص؟ طب حلو، حتى الان 12 كيل واحنا ما تعبناش في اي حاجه لسه. ايه بنسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام برضو طعم الكيلات حلو قوي يا جدعان. تتخيل انت لسه داخل الجيم عمال بص، ما حدش حتى خربشني خربوش، حتى الخربوش ما تخربشتوش. بس انا بس انزل كده اهو، وسبايدر مان سبايدر مان هنزل الجيم ده من غير مونتاج بس كده عشان الناس تعرف احترافي وتعرف قوتي. وريني يلا بتقول البتاع ده حلو حلو. الام كي برضو عندي احسن من القناصه. اسكت 8 اطلع بقى من فوق، بس الواحد يفوق بقى فوق. حلو، لا هات الفانيلا الام كي، الفانيلا البتاع ده انا هقعد اضيع الوقت الفيديو على بتاع الام كي والام الواد زكريا قفصل ولا قفصل من اللذين. حلو هو ام واصل دقيقتين وخلص الجيم. ايه ارمي ارمي معانا مبيض اهوت، ومعانا اتفريست وبتاعت بيبسايه وبنك لراي اعمل كده اهوت. يعني ايه ده؟ عربيه عربيه اول اكني موجود، انا موجود ولا حد سمع عن اي حاجه، ولا حد سمع عني في طبق اليوم. حد سبايدر الحاج سبايدر اشتغل يلا اشتغل يلا يا عم اشتغل. البهيم ده ما بيشتغلش ليه؟ طب حد سبايدر ولا 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 يا رب 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 ولا ضربت قلبي. الحمد لله الحمد لله. كان هيبقى منظري ايه دلوقتي؟ كان هيبقى منظري بص مخروم لو انا كده اهوت ما كنتش طلعت. قلت لكم بقى تعالوا لي تعالوا لي يا رجال، انا من زمان نفسي اعمل معاكم الغلط. عايزين تقولوا الغلط انا هوريكم الغلط. ايه ده يا ابن الهكر يا ابن ماشي ربنا يسامحك. هنزل لك تاني، هنزل لك في نفس المكان نفس المكان. احنا كام واحد؟ لسه 24 واحد في الجيم. بنسرع كده بنسرع 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 بس انزل لك بقى افول لك بقى وانزل. ادي نزلت لك اهوت، هنزل على صندوقي وبنفس اسلحتي شوف انا هعمل فيك ايه يا خنزير يا ابن اللذين. ماشي ادي شوف صندوق مبروك يعني بص بيبي بنفس اللحظه. ماشي 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 ارمي دي ماشي حلو قوي. بس نفوق بقى نفوق بسم الله الرحمن الرحيم. كان في عيل بقى خنزير جابني لابس لبس البوتات، حفظت شكله عارف اسمه اقول لابوه فين البتاع. معلش اي حاجه طيب تمام انا اقعد اتفرفص كده اهوت. في عيل اصلا في البيت اللي جنبنا اللي هي بتاعت الاسكول الكبيره، فانا استناهم لحد ما يطلعوا. بس هو انا فتح الاول فتح الاول ايوه هتموت بقى. لا لا ايزي 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 حلو قوي. بص كده اهو هنقدمه عليك. بسم الله الرحمن الرحيم خش على اللي بعده. ايوه خش على اللي بعده، مفيش حد جاي بعد. طيب هناك حكمات يتبعونها في الاجانب بقى وكده، لما بيلاقي المكان يعني هس اسكت كده اهوت يقول لك بقى حاجه، يقول لك ده في الخبرات العسكريه ان في كمين، يعني لما تبقى ماشي في مكان كده وتلاقي الجو هادي اعرف ان في كمين موجود. فدوت مثلا اهوت ده هذا مثال حي الخنزير اللي بتكلم عليه. يا عم نزل ده مثلا بقى. لا اسمه ايه؟ ماليش دعوه ماليش دعوه. واحد يجي يديها لي من قفايا كده اهوت هزعل منك. لا هاكر اللي موجود في سكول لو اديتها لي في دماغي. خليك ده اهوت ورا ايه؟ الجحش لحد ما ايه؟ يقول تمام. في واحد تحت دلوقتي. مش انا؟ ايه ده؟ بيو بيو ايه ده غالي؟ يا سنجليتين في ودنه دخلت من ودنه خرجت من ودن التانيه، في واحده دخلت من مناخيره خرجت من تعال كده اوف 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 نام على بطنك حلو احلى نوم في الدنيا. خليك نايم بقى اوعى تقوم بيو بس. والله ريحتني يا ابني والله. لا انت فينك من زمان؟ تعال مش هسيبك الا ما فني. هو بقى طبعا فيا بس حلو قوي كده 14 كيل يا عم بقى يا عم خلفني بقى. الله
ده انت عيل رزية. ها تلعب 3 ايام هاكر منجوز. بس هسه بجيم اهو بس انهي الفيديو بجيم عشان اقول لك في نهاية الفيديو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تعمل لك الفيديو. شوفكم فيديو جديد يا جدعان. السلام عليكم.